خصك تعتذر الرب بالرجوله بالرجوله خصك تعتذر الرب يو دري. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا رياكشن لواحد الرابور اللي صراحه اول مره انا ما لاش ردت فعل في هذه القناه هذه. كيف ما كتشوفوا الاسم ديال الرابور هذا هو نيسيو، ترك بعنوان بوفالو. صراحه بحال قلت لكم اول مره ندير على شي رياكشن، نتمنى تعجبنا هذه الخدمه هذه. هذا الرابور ما عندوش سبسكرايبرز بزاف كيف ما كتشوفوا، يلاه 198000 كنظن ماشي بزاف باش بدا. وترك يلاه شي نص ساعه باش دخلوا، ضرب له 27777 ديال ليفي و 8K ديال لي لايك و 66 اللي عملوا ديزلايك. وكيف ما شفنا في الانستغرام ديالو بانه غادي يكون كلاش واحد الرابور اللي سميتو جاسوس، وانا صراحه بجوج بهم ما كنعرفهمش، يعني غنشوفوا هاد الخدمه هادي، غنشوفوا هاد التراك هذا واش عجبنا، ونتمنى الاعجاب ديالنا. وبحال دائما اللي اول مره كيشوف هاد الوجه هذا يهود دابا يخبط واحد اللايك في رقع اكبر سبسكرايب، واللي ديجا من لافامي راك عارف شنو تعمل، واحد اللايك واحد الكومونتير اللي زوين اللي يشجعنا ويحفزنا نزيدو نكملو في هاد الدومين. وما بقى لي نقول لكم ليتس جو، نمشيو نسمعوا التراك ديالنا ونشوفوا الخدمه كيفاش عامله. بسم الله. يا ما كاينش زعما اللي تجي لاباس الدري باش فحالي. كيبان لي بلي هادشي مصور في الاستديو، يعني مصور في الاستديو ديالو كنظن، ولا شي استديو بحال هكا مصورش على برا، دونك فيديو كليب كامل عايكم مصور في الاستديو. اوكي نفس التيسكيت نفس التيسكور ديال خير فراسك غير سكوت شركي ماركتينغ ديال الكتاب كيليونيسكو نايس وخلاها نيسكا شاغون تا غير تيسكا تصغر راني ما غوركا كلباخو بلي باغول بحال لاغوت تيسكا. وات ذا هيل، واش هاد الزاوي كيهضر ب واش كيهضر بداريجة؟ بانت لي هادي ماشي داريجة. ويت تكون الامازيغية زعما انيسكا شاغون تا غير تيسكا تصغر راني ما غوركا كلباخو بلي باغول بحال لاغوت. بلاتي بلاتي فرونسي فرونسي كنظن واقيلا. انيسكا شاغون تا غير تيسكا تصغر راني ما غوركا كلباخو بلي باغول بحال لاغوت. وات ذا فاك اصاحبي، والله ما فهمت هاد اللغه هادي، كنظن واقيلا الامازيغيه كنظن واقيلا، ما عرفتش شمن النوع ديال الامازيغيه، حيت الامازيغيه فيها بزاف كاين روافاس واسا. المهم تحيه لهم من هاد المنبر، ما عرفناش زعما، وانما نتوما اللي نتوما اللي كتفرجوا فيه نتوما اللي غتقولوا لي شمن اللهجه بالضبط كيضر بها. زينتي الشكا حبس لاغو حسن لك غير زكا الباكور اش من بين زكا زكا كنعرفو كيقولوا واسواس الدراري، كنوجه لهم تحيه من المنبر وعاشت الامازيغ. كضرب ساكوش اسوق سوينكا عندك عندك في المخرين كو بحال كاينين ترينكا باقي مأطرين بكينكو في كيس. دراري خرجوا على الموضوع شي حاجه، بان لي بان الطريقه اللي كيرابي بها عنده واحد الكاريزما اللي في شي شكل الدراري، ابار الكاريزما ديالو يعني عنده واحد السايل ديال اللباس سبيشال واعر الدراري بالرجوله، كيعجبني هذا السايل ديال اللباس هذا صراحه. كيف ما كتشوفوا الكليب سامبل سامبل مره، ولكن واعر بواحد الكاليتي اللي زوينه، يعني مصور في الاستوديو الخدمه ماشيه نقيه. يلا دابا تفرجنا 38 سكوند ونكملوا. وكاع اللي لقاو بعد الراب خليك اوت دير شي كريس الله يصاوب فراسك غير ليا بيصاو غير ليا بيصا عندك حبي زار سيدي اللي هالي زار كتبان بحال شي ترما تطبرونزا في بيزار ندير لك ليها بيز وات ذا هيل مان مقود الله يعطيني فيزاج كنت فع بيه الاوزا الله يشوفو كيوت يحنو يعطوني فيزا لساني اوزي في الكجام زيد نغيزا كلامك ايزي معجم كتبو غيزا مقود في الكجام مقود دراري بالرجوله وات ذا فاك هاد الرابير هذا اللي تكلاسا خصك تعتذر الراب بالرجوله بالرجوله خصك تعتذر الراب كتبان لي لعبه طبوكي صايك كتخيل كرك مسلات سيدنا عيسى سير صاحبي تخبر كتجي في لالا عيشه فاك الدراري بالرجوله فين كنت انا ما كنتش كنتمزق هاد الرابير هذا فين كنت انا صراحة الدراري يعني الناس اللي متبعيني عارفين شنو كاين ما كنعملش رياكشنات على الراب المغربي بزاف، يعني الاغلبيه كنعمل على الجزائر كنعمل التوانسه قليل السعوديين تاهما قليلين، اغلبيه رياكشنات على الراب الجزائري، دونك هذه القناه هذه مختصه في الراب الجزائري. مره كنعملوا على الراب المغربي ملي كيبان لنا شي تراك، يعني ملي كيكثر عليه الدوموند
اولا كيسردوا لي شي واحد الله يعزك عملنا رياكشن على هذا. ما تزوجين شي واحد صار داك التراك بالرجوله حيت واحد المتتبع ديالك وبغاك تعمل لها رياكشن بطبيعه الحال هذه تسمى لها رياكشن. التراك مقود صراحه يلا ضربنا فيه دقيقه دابا يعني بانت لي واحد الخدمه اللي نقيه ها شي 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 هاد السويتش هذا ديال الكاميرا هبلني بالرجوله. كان كيصور في واحد البلاصه شتيتو جا واحد ترانزيشن جا من التلفازه يعني اللقطه الاولى صوروها اونجيستروها في التلفازه ومن تماك خرج ترانزيشن باش يعطينا واحد البارتي الثانيه من الكليب كنظن واقيلا فهمت. المهم كمل هادي العاشر يجيك هادشي عاجب بلا تبعنا حاجب اجل معاجل البوبليك الناشي غيعرف كاع اللي ريل شكون في كرش العاجل شكون ميسي في الجيم شكون الكابتن ماجد راك شريك لاشي حيوان عاشب. الا لاحظتوا الدراري يعني في الراب ديالو ما كيستعملش الاوتوسين يعني الصوت ديالو اوريجينال ما كيستعملش داكشي اللي كيموديفي الصوت وكيرد واعر وصوته واعر يعني انا قلت لكم فيه واحد عنده واحد الكاريزما واحد الهيبه ديالو حتى بالنسبه للصوت اللي ما دويتش عليه كنت كنقصد لكم بان الصوت ديالو راه مقوي صراحه. ثقافي عندي الثقه فيك ديال العشير كعقلو كل تاني غيبقى فيك منو ريح الكال اخفاي حلا بحالو طالقها الفايد عرف الراب في الفيس عرفنا قبل من الفاي انت يا فين وانا يا فاي جايب عليك انت يا فين وانا فاي انا بعيد عليك الخاو دي اللي بالرجوله طورا فايد مالو فيك الفعي ماشي دود انت فيك الفعه خطيك بنادم سايغ يقول لينا خاصك تفعل بحالك فينا كيفا لا ضرب كينا كيسحا كنشاش متينا بودينا غيقول لينا اش كيسحاب نيس اما تخلع ما والو اصاحبي بالاخر نيسيو تحياتي شي مقود عشيان ديرك دبي موغلي تحيه لموغلي هادو الشركات يعني اللي خدموا مع هذا البروجي هذا بروجي مقود الدراري بروجي اللي سامبل عادي يعني ما عطاوش الخدمه الكليب بزاف وانما الكليب سامبل ولكن ملغم صراحه خدمه زوينه عجبتني لا من ناحيه ديال التوزيع ديال الموسيقى على الانستري يعني شي حاجه اللي اولد سكول ركز على الاولد سكول بزاف ودخل معها شي حاجه ديال نيو سكول الدراري كما شفتوا بلا ديك الزواق بلا اوتوتين بلا تخربيق خدمه الكليب واحد الخدمه اللي نقيه خصوصا ديك ترانزيشن اللي عمل حاجه اللي زوينه الدراري بالرجوله شي مزكنا ونغمنا كنوجه له التحيه من هذا المنبر ولا اول مره تمزك له ولكن هذه فرصه مناسبه نعرفوا هذا الرابر هذا وحتى اللي تكلاش حتى هي فرصه مناسبه ونتبعوا هذه الموجه ديال الراب ونرجعوا نعملوا رياكشن على الراب المغربي حتى حنايا علاش لا وهادشي اللي كاين الدراري كانت هادي هي الرياكشن نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبحال دائما اذا كنتي اول مره كتشوف هاد الوجه هذا هو دابا منا واحد لايك فرقع اكبر سبسكرايب وكان معكم زيد رياكت تهلاو.